خاصة. سوف لن أتكلم عن التنمية أو نموذج تنموي داخل المغرب، ولكن سوف أعرج على تعريف التنمية وآتي بمقاربة جديدة تعاكس كل المقاربات التي اعتمدت في الدول الأخرى، وسوف آتي بمقاربة التي هي تعتمد في الكواليس في السر عند هذه الدول ولا تذكر لا في المناظرات ولا في الجمعيات ولا في أي لقاءات. سوف آتيكم بمقاربة بخبرة تأتي من المختبر الجامعي. أنا كأستاذ باحث في كندا، حيث كتب إلي أن أشارك كأستاذ يعني متخصص، لأن اختصاصي في البيئة، اختصاصي في الصحة البيئية، ثم اختصاصي في التربية والتعليم، ثم اختصاصي في علوم الاجتماع السوسيولوجي وتمكين المجتمع. ومن بين المجتمع أتكلم عن تمكين اليوم، عن تمكين المرأة داخل المجتمع، التمكين أن يتمكن الفرد من الذين يحثون على بناء الإنسان، وليس الاقتصاد وليس التكنولوجيا ولا أي شيء آخر، لأن الإنسان هو أساس. إذا بنينا الإنسان سوف نتمكن، يجب أن يتمكن هذا الإنسان أن يبني ذاته، أن يبني هويته باللغة وبالتعليم، أولا بالتربية ثم بالتعليم، ثم بالتواصل مع الآخرين في المجتمع مثلا كمجتمع المغربي، ليتمكن من الإنتاج. سوف ترون مثلا الأستاذ علي عرج على كثير من الدول، وسوف أعطيكم بأن كثير من هذه الدول تعيش في الفقر المدقع، تعيش في الفقر، لأن هذه كلها لا يذكر، يعني التجارب تذكر، نريد التسويق للتجارب، الدول كلها تسوق لتجاربها، لكن عندما نزور هذه الدول، وأنا زرت تقريبا كل الدول في العالم، كتب لي أن أزورها، هناك دول مثلا في كوريا الشمالية أو كوريا الجنوبية، كوريا تعيش في الفقر مدقع، تصدر، لكن هناك دكتاتورية التي تستحوذ على هذه الإنتاجات، لأنه كل ما هو اقتصادي يستحوذ عليه البعض دون الآخرين. لهذا دعونا نتكلم على مقاربة لنجعلها مقاربة مغربية وتنطلق من مدينة خمسات. الآن مفهوم التنمية، لكي أبين لكم أن المنظور الاقتصادي هو الذي يسيطر على مفهوم التنمية. قد لاحظتم في العرض الأستاذ علي بين التنمية ما هو واقع موجود في العالم في شقها الاقتصادي، وبين كذلك إلى ماذا ترجع هذا التطور الاقتصادي، إلى التعليم ثم إلى أشياء أخرى. أنا التنمية التعليلات اللغوية هي الزيادة، فرق ما بين النمو والتنمية. النمو لا توصف، النمو هؤلاء الناس كلما النظرية تتكلم عن النمو وليس عن التنمية. أول شيء النمو وليس عن التنمية، لأن التنمية في الزيادة والوفرة والتكتر، نزيد ونوفر زيادة في الأشياء، لأن الطلب طلب اقتصادي، الإنسان مثلا لسد الحاجيات الإنسان. أما الصناعي فتعني التنمية تحقيق أحسن الظروف الإنسانية للفرد داخل المجتمع، نريد ظروف ملائمة لكل فرد داخل المجتمع. ونتأمل هذه الدلالات، دلالات سواء اللغوية أو الاصطلاحية، فمصطلح التنمية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية development، development ليس هو، هناك من يقول تنمية، هناك من يقول التطور. فسنلاحظ أن مفهوم اقتصادي محض، عندما نقول التنمية مفهوم اقتصادي محض. قبل أن يكون الآن صار مفهوما سياسيا، للإشارة أن علم الاجتماع، أنا متخصص في علم الاجتماع، هو الدراسة العلمية تنبني على أشياء علمية للسلوك الاجتماعي، وهذا هو الأهم، السلوك الاجتماعي. سوف أبين لماذا هذه الدول المتقدمة التي لها سلوك اجتماعي تتقدم، أي تنمو وتزدهر، لأن لها سلوك اجتماعي خاص للأفراد المنتجين. ثم الأساليب
بل إن علوم الاجتماع تهتم بالأساليب التي تطور أو تنظم ينظم بها المجتمع باتباع خطوات المنهج الهدف. ومن ثم فمن الصعب كما ذكر الأستاذ علي من الصعب تعريف التنمية تعريفا دقيقا نظرا لتعدد مفاهيمه، كل يلغي يلغى لأن الكل يعني يأتي سواء حسب الدارس حسب المتخصص في مجال معين يأتي بتعدد. إذا لنقول تعدد التعريفات ترجع إلى ماذا؟ تعدد الاتجاهات والرؤى النظرية، بل حتى هناك ايديولوجيات تنموية. ومن هنا كانت أهمية التفكير، نحن العلماء فكرنا في مفهوم التنمية بالصورة التي تمكننا بحصر هذه الدلالات. فمن يحصر هذه الدلالات إلا نحن، أنا الإنسان، أنا الذي سوف أنتج، لابد وأن أشترك في هذا الإنتاج داخل المجتمع. إذا أنا كمغربي لابد وأن تعطى لي الفرصة أن أشترك في التطور والتنمية للمجتمع المغربي. كما تلاحظون منذ سنوات التسعينات القرن العشرين ارتبطت التنمية، إذا تذكرتم بالعولمة، عندما جاءت العولمة ارتبطت هذه التنمية بالعولمة وتهنى مع هذه العولمة من جهة، ثم ارتبط بالثورة الرقمية والتكنولوجيا من جهة أخرى. وأنتم تعلمون إنتاجات هذه الثورة والتكنولوجيا ماذا أنتجت. إذا كانت التكنولوجيا وهذه الثورة الرقمية أنتجت شيئا كله إيجابيا، لا أعتقد. ثم أصبح التنافس العلمي والتقني، من بعد ما جاءت الثورة جاء التنافس التقني والعلمي، صار سيد الموقف. أمريكا سيدة الموقف لأن لها إمكانات، استعمرت الدول الفقيرة وأخذت كل إمكاناتها كل مكوناتها وأنتجت فيها فقط. إذا المنتج مش أمريكي، لكن المنتج بماذا أنتجت؟ كوريا الشمالية بماذا أنتجت؟ الصين بماذا أنتجت؟ الهند بماذا أنتجت؟ أنتجت بمواد. هناك العنصر البشري، سوف أتكلم على التنمية البشرية وهذا هو الأهم، ولكن التنمية البشرية ثم المواد الخام من أين أتت؟ هذا هو السؤال المطروح. معرفة التنمية هي آلية التطور والتقدم والازدهار، نحن لا نشك في ذلك، وتتخذ مستويات عدة تتجلى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كذلك. لماذا لا ننسى الثقافة؟ والثقافة هو السر، وسوف نعالج ونفعل ونتكلم على هذه الثقافة. ومن ثم تهدف التنمية إلى الرفع من مستوى المعيشة للإنسان، نعم ماديا ثم معنويا وروحيا، بتوفير ماذا؟ التعليم اللائق. ليس أي تعليم، لكن التعليم اللائق. التعليم اللائق بالنسبة إلي كباحث في هذا المجال هو التعليم المنتج. التعليم المنتج، حتى لو غيرنا رؤية 2015-2030 سوف لن ينتج المتعلم المغربي، لن ينتج، سوف يصير متعلما فقط. متعلما. ف 2030 يصير هذا الطفل أو هذا المتعلم متعلم، لن ينتج أبدا. ثم الصحة الضرورية، لماذا ضرورية؟ يعني أكتفي لابد وأن أحتفظ بالصحة الطبيعية كما خلقنا الله في هذا الوجود، كما خلق الله من حقي من حقوق الإنسان الصحة الضرورية، ثم التعلم التعلم المنتج، ثم الدخل المناسب. يجب أن يكون هذا الإنسان عائلا على الآخر تصيب الفاقة، لكن لا بد أن يكون مستقرا في صحته وفي جيبه كذلك، وذلك بجانب العمل الذي يلائمه. ما هو العمل؟ الدخل المناسب لا بد أن يأتي من العمل، وهذا العمل لا بد أن يكون مناسبا وملائما لقدراته. كمثلا نأخذ دائما وأنا أعالج دائما، المهم عندي هو المرأة في هذا الموضوع، فليحضروا الرجال. المرأة لابد أن نوفر لها عملا ملائما حسب قدراتها تتناسب مع كفاءاتها المعرفية والمهارية، مع مراعاة حقوق هذه المرأة الطبيعية والمكتسبة. حقوق المرأة الطبيعية، وأسطر سطرين عليها، الحقوق الطبيعية ليست الحقوق التي أعطت لها
من 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 طرف سواء الرجال او المبادرين او الخبراء او غيرهم. اذا تمثل التنميه بالنسبه الي حركه النسق الاجتماعي، هي اجتماعيه بامتياز، ليست اقتصاديه، اجتماعيه بامتياز، بما يحتوي هذا من عوامل اقتصاديه وغير اقتصاديه بشكل واسع. اذا ومن ثم تكون التنميه بمثابه اراده مجتمعيه، اذا كانت حركه نسقيه اجتماعيه لابد ان تكون بمثابه اراده اجتماعيه، لابد للمجتمع ان تكون له اراده في المشاركه في الانتاج في لكي يطور وينمي الوطن. وليس هذا بغريب عندما في اخر عندما تكلم جلاله الملك على النموذج التنموي الجديد، اذا لاحظتم في الصحراء قال يجب ان لا يكتفي النموذج التنموي فقط بالمدخول الاقتصادي، يجب ان نراعي الجانب الانساني. ولماذا اتكلم عن الجانب الانساني؟ عندما لان هناك تكلم عن المجتمع الصحراوي، المجتمع الصحراوي هذا مجتمع صحراوي، يجب ان ناخذ بعين الاعتبار خاصيات هذا المجتمع اذا اردنا ان نتطور. داخل المغرب هناك مجتمع صحراوي، حتى النموذج اذا تكلمنا لا يحق لنا نتكلم عن نموذج تنموي جديد اذا لم ناخذ بعين الاعتبار كل مكونات المجتمع المغربي. وعلى سبيل المثال مثلا المجتمع الصحراوي يجب ان ناخذ بعين الاعتبار الخاصيات لهذا المجتمع وكذلك لكل المجتمعات المتواجده في المغرب. لماذا؟ لانه التنميه يجب ان 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 ناخذ بعين الاعتبار فيها الاطار العلاقاتي، اطار العلاقات السببيه الدائريه. لماذا السبب؟ لماذا اريد ان انتج؟ لماذا تنميه ماذا؟ إذا الإنسان لابد أن نربط هذه العلاقة الجذرية في السببية، السبب لماذا؟ بين مختلف المتغيرات المتداخلة في عملية التنمية، وأقصد بالمتغيرات الداخلة في هذه العملية هو المتغيرات في المجتمعات، لأن المغرب في 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 مجتمعات مختلفة ولها قاسم مشترك هو الوطن. ثم تكون هذه التنمية بمثابة إرادة مجتمعية، لا بد أن تكون إرادة مجتمعية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليست فقط الاقتصادية. إذا لا تقف هذه التنمية عند الحدود الثلاثة المؤشرة التنمية البشرية حسب تقرير الأمم المتحدة التي حصرتها فقط في العيش حياة طويلة وصحية. العيش حياة طويلة وصحية. لاحظ الحصول على المعرفة ثم توفر الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق. بل أضفنا وأضافت البعض يعني والسبب يرجع إلى بعض العلماء أضافوا إلى امتيازات أخرى. الآن عندما اكتشفوا لأن التنمية صارت لها من منهاج اقتصادي فقط كما يقول العيش حياة طويلة وصحية لمن؟ في ظل هذا العالم أين هي هذه الحياة العيش؟ سوف توفر لمجتمع معين من داخل العالم وليس لكل الناس. لاحظ ثانيا الحصول على المعرفة، من ينتج هذه المعرفة؟ ينتجها مجتمع معين ويصدرها إلى المجتمعات الأخرى، فكيف أطالب الحصول على معرفة التي أنا لا أملكها؟ كيف تريدني أن أنتج بمعرفة أنا لم أساهم في بنائها؟ شوف النظريات، هذا كل شيء مغلوط. ما نستمع ما نسمعه إليه من هذه الترهات، صدقوني كلها ترهات. يقول هذه الأمم المتحدة تقول على أساس أن التنمية تنحصر في الحياة الطويلة والصحية، ومن ينتج أمراضا؟ العالم الآخر، المجتمع الآخر تنتج أمراضا إلينا نحن. صدقوني تنتج أمراضا إلينا. كيف تريدون أن الحق لي أن أكون عندي صحة طبيعية؟ لا يمس احد. هناك امراض تنتج الي، اذا انا كانسان مغربي لا يحق لي ان انتج. ولهذا تكلم جلاله الملك على النموذج المغربي الجديد ويقصد ببناء الانسان. جلاله الملك وضع يده على الجرح. اذا عندما تكلم عن الانسان المغربي، المشكله في الانسان المغربي
مش في الآليات التنمية ومش في الآليات المستوردة التي ممكن أن نستوردها من الدول الأخرى، لأن نموذج التنموي مستورد سوف لن نصلح المغرب. يجب بناء الإنسان المغربي. الإنسان المشكلة في الإنسان، يعني في المواطن المغربي. إذن فأضافوا إذن امتيازات أخرى مثل الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعم هنا نتفق. وتوافر فرص للإنتاج والإبداع. هنا نتفق. يجب أن تكون لنا توفر إلينا فرص للإنتاج. ليس فقط الإنتاج بل الإبداع، أن نبدع أكثر منه. يجب أن نبدع، مش مستهلكين للإنتاج ومنتجين إلى إنتاج، بل مبدعين في هذا الإنتاج. والاستمتاع باحترام الذات. نحن عرفنا هذه التنمية هكذا، استمتاع باحترام الذات. أنا كشخص كمواطن مغربي يجب أن أستمتع باحترام ذاتي. وهذا ما يقصده جلالة الملك، بناء الإنسان وضمان حقوق الإنسان كذلك. ويعني هذا أن التنمية الحقيقية ما هي؟ هي التي تحقق الحرية والعدالة والكرامة للإنسان في مجتمع ديمقراطيهم، إضافة إلى ماذا؟ إلى مبدع. يجب أن يختلف عن المجتمعات الأخرى، يجب أن يتميز المجتمع المغربي، له قدرات، يجب عليه أن يتميز عن المجتمعات الأخرى بما يمتلكه من قدرات اجتماعية، القدرات اللي هي ثروة موجودة عند المغرب. يجب فقط أن نبني الإنسان. هذا ولا يمكن تحقيق هذه التنمية من خلال تطبيق وصفات تنموية جاهزة. والله يصدقوني لن نتمكن من هذه التنمية. الوصفات الجاهزة جربوها في التعليم لم تنجح. أتدرون لماذا؟ لأن لا تأخذ بعين الاعتبار أهم قواعد التعليم هي بيئة المتعلم. لأن التعلم يتم بثلاث مبادئ، صدقوني، ولا أحد يستطيع أن يذكرها لا في كتبات ولا في البحوث ولا شيء. التعلم في الغرب يرتكز على ثلاث مبادئ. ما هي؟ أولا البيئة، بيئة المتعلم. بيئة المتعلم، البيئة. يجب أن أنتج تعليما نموذجا تعليميا خاصا بالمجتمع المغربي. إذا أردنا أن نغير التعليم، إذا أردنا أن ننتج إنتاجا مبدعا مغربيا. ثاني العلاقات، العلاقات المبدأ الثاني وهو العلاقات بين الفرد والآخر. وسوف أعرج عن مثلا عن العلاقة بين المرأة ومجتمعها، المرأة داخل الأسرة النواة والرجل، هذه مهمة. إذا لم نعالج هذه العلاقة بين المرأة والرجل، إقراء السلام على الأسرة، ثم على المجتمع، ثم على الأمة المغربية، ثم على الأمم. العلاقة من المغرب، يعني النواة المجتمع كامل، الأمم كلها هي الأسرة. أين توجد؟ توجد في المرأة ثم الرجل. أقول المرأة أولاً ثم الرجل. إذن لا يمكن إنتاج نموذج تنموي مغربي جديد بتطبيق النماذج الجاهزة التي تأتينا من الخارج. أي كيف تأخذ هذه النماذج؟ تأخذ بمبدأ المقايسة، نقيس نقارن بدون تقييم ولا تقويم، بل نقايس ونقارن ثم نطبق، ثم المشابهة هذه تشبه، ثم نقلد، نحن نقلد، والقردة هي التي تقلد فقط. لهذا لكل مجتمع، لماذا؟ أعتقد السبب لكل مجتمع، المجتمع المجتمع المغربي له خصوصيات ثقافية. المجتمع المغربي مجتمع غني، المجتمع المغربي مجتمع صديقوني لا يوجد مثيله في العالم. المجتمع المغربي له ثقافته، المجتمع المغربي له موارده الخاصة به، موارد اقتصادية خاصة به. ثم هذه الموارد قد تتشابك، وقد مع مثلا هذا النموذج المغربي قد يتشابك مع نماذج تنموية أخرى لمعطيات، مثلا فيما يخص بالمعطيات البادية والمعنوية فقط. ولكن هناك تداخل كذلك في العوامل الاقتصادية والثقافية، وأضيف الدين يفهم كذلك.
الديني المجتمع المغربي المجتمع متدين. لماذا ننسى الثقافة المتدينة؟